الحين هني نقدر نقول له edit duplicate special، نعطي instance parent scale نحطه minus one علشان يعكس لنا الجهة الثانية. حطينا duplicate، الحين راح يصير عندنا إذا حركنا هني راح يتحرك الجهة الثانية، وهذا اللي نبيه احنا. المهم ناخذ الحين اللوب سبلت سلكتد ايدج رينج، راح نلقاها بال ايديت مش انسيرت ايدج لوب، نحط هني نلاحظ قاعد يصير بالجهة الثانية نفس الشيء، نحط هني اوكي، نروح على الفيرتكس نفس الشيء هنا، نروح على السايد نفس الطريقة، نشيل الجريد نحط الاكس راي، ممكن هذا نحطه هني الطريقة المبدئية. نعدل كثر ما نقدر، هاي نقدر نحط لوب جديد حق العين تقريبا، نحاول كثر ما نقدر ان نخليه الاتجاهات مع بعض، نحط لوب ثاني او خلنا نروح على الفرونت نفس الطريقة،
تقريبا على العين. حط لوب ثالث. فيرتكس. نبتدي نعدل.